ترخصني العزمها ما لي يا خويا عن ورود المشرع أعلى قصدي أروم هالندي من فضل وداج طفلك يا خويا حسين فت قلبي بونين حسين سكن بطفلك الملهوف جتني يا بسلسانه وحالته والله شعب حال العزيزة وحال أخوها شلون فتني تجذب الونة والرضيع يدير عين هلت مدامعها يا خويا ووقفت حذاي ترتعش وتقلي يا عمي ذايبح مدة 3 أيام والله ما ضقيت ماي واحنا يا خويا الموت لازم واردين قل له يا قطب الحرب يا شايل حملنا خلى يا خويا من العطش يهلك طفل الله يا عين الجيش لا تشتت شملنا بعدك يا خويا تميل عدوانك على يلا شوف عزازة الأخو يا عباس تدري وحدتي بعدك مجيدة وانت يا خويا الجيش سردالة وعميد وتدري الأخو للموت ما يسلم عضيده والحادي الضعضاع من فارق عوين يقول لا يا حسين ترخصني أنا لها اليوم مدخول والله بالمطهام لدوس خدود وصدق وتدري بهالتربة وتدري اليوم بالغاضرية النمرة من قاصدين